مجلس نواب الشعب ونحن في انتظاره وفي انتظار نعيمة بطبيعة الحال باش نشوفوا شنو يحكي وتونس. مرحبا يا نعيمة. مرحبا. صباح الورد والياسمين ليك شهاب والنجم المستمع الإذاعة الوطنية. شنو يحكي والتوانسة اليوم النهار الثاني من امتحانات دورة المراقبة؟ الحديث اللي صار انه فما تلميذة مشيت تعدي في الفرض معناها متاع اول نهار من دورة المراقبة تلقى روحها ناجحة. الحديث هذا دار برشا على صفحات التواصل الاجتماعي اللي من بعد نسمعوا انه مش التلميذه هذيك برك اللي المعدل نتاعها كان غلط، اللي فما تلميذات اخرين معناها اكتشفوا انهم هما ناجحين وقت يمشيو يعديو في دوره التدارك. باش نحكيو زيد على في علاقه كذلك بالبكالوريا هو الموضوع التوجيه الجامعي اللي صار انه السنة في دليل التوجيه الجامعي اكتشفوا انه فما جامعات غابت منها برشا شعب. اللي صار انه الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي دعات في بيان سلطة الاشراف الى التراجع على ما وصفته بالقرارات الخطيرة المتعلقة بحذف عدد من مسارات التكوين في بعض مؤسسات التعليم العالي. هذا اللي صار. باش ناخذوا معنا عبر الهاتف كاتب عام الجامعة سيني بن صالح اللي باش يوضح لنا الموضوع هذايا، وبالطبيعه كما كان يتحدث شهاب في اول الحصه باش يكون معنا رئيس لجنه التشريع العام بالبرلمان سي ياسر القراري ضيف الحصه اليوم. كل هذه المواضيع نتابعها في فقره حديث الساعه. المشهد الان حديث الساعه. في حديثنا لليوم كيف ما قلت في البداية دار حديث على صفحات التواصل الاجتماعي على وجود حالة لتلميذة مشت تعدي في دورة المراقبة الكنترول كما نقولوا لها لقات روحها ناجحة. باش من بعد نسمع الطفلة هذه في المهدية لينا من بعد نكتشفوا انه الطفلة هذه ماهيش وحدها، معاها زوز تلميذات اخرين. حاولنا نحن نتحصلوا بسي محمد الميلي مدير عام الامتحانات بوزارة التربية اللي الحقيقة جاوبنا وقال انه هو ما نجمش يكون حاضر معانا عبر الهاتف، لكن في تصريح لاذاعه قال انه وزاره التربيه هو ما نجمش يحضر معانا لانه عنده امتحان. اي بالضبط، حتى نوضحوا هو اليوم اليوم الثاني من الامتحان وكيف راهو اليوم تبدا ارسال الارساليات القصيره بالنسبه للسيزيام ولا نوفيم حسب تصريحه قال ان وزاره التربيه تلقت ثلاثه مطالب تثبت من ثلاثه تلميذات مترشحات من ولايه المهديه بعد صدور نتائج الدوره الرئيسيه لبكالوريا 2024، وقال انه تم البت والتدقيق في المطالب هذه وتم التاكد من نجاح زوز تلميذات وتاخرت تلميذه فقط تلميذه مؤجله، وقال زاد انه تم اعلام المعهد بالنتيجه هذه يعني قبل دورة المراقبة، وقال باش يشوفوا ويتأكدوا معناها علاش المعهد يظهر لي معلاش ما أعلمش التلميذات هذوما بالنتائج هذي. هو قبل المعهد اون برانسيب تجيها اس ام اس، خاطر تجيها اس ام اس باش هي مشات للدوره الاس ام اس غلط. ايه الاس ام اس غلط، وكيف صار الخطا؟ هل هو خطا وزاره التربيه واداره العامه للامتحانات ولا ماهوش خطا؟ ما نتصورش كانوا غطاء شركه الاتصالات اللي ارسلت الاس ام اس. وايضا زاد يظهر لي ثم اخرين ناجحات اخرين تزاد لهم في المعدل، معناها وصل لهم معدل اقل من المعدل نتاعهم اللي تحصلوا عليه فعليا، وهذه رغم اللي تحدثنا وسمعنا قبل مسؤولي واطارات وزاره التربيه يتحدثوا على منظومه قويه برشا وما فيهاش هامش نتاع خطا. ها توا صار شفنا فيه هامش نتاع خطا، تم تداركه صحيح في بعد ايامات من اعلان نتيجه البكالوريا، وهو في الحقيقه مش اول مره تصير هذه، حتى في السنوات الماضيه كانت الناس حتى في سبتمبر وحتى بعد سبتمبر ساعات تعود السنه الدراسيه والناس مدوبلين يرجعوا يقراوا في السنه النهائيه سنه البكالوريا سنة رابعة تعليم ثانوي، ثم الناس الكل توجهوا لشعب وكل وجيهم نتيجة اللي هما رام غلطولهم وهما طلعوا الناجحين سواء في الدورة الأولى ولا في الدورة الثانية، وصارت قبل هذه برشا حالات من نوع هذايا. يعني النجم الدين احنا نجم نقول أنه الخطأ اتصالي بحت يعني، ولا خطأ على مستوى قاعدة البيانات، لأنه زاد راهو إن شاء الله ما يكونش الخطأ هذا يخفي أخطاء أخرى.
هذاك علاش هو الواحد ما نجمش يتكلم الا بتوضيح من المسؤولين في اداره الامتحانات باش يقول لك منين صار الخطا. هل هو في صبين الاعداد معناها في واحد؟ هذا ما حكيناش على الناس اللي تطعن في 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 الاصلاح وفي يقول لك انا ممكن ولدي يستحق اكثر من من 10 ولا اكثر من الاعتراضات. هو راه خاصه راه قبل كان سي محمد الميلي وسي منذر عافي زاد المكلف بالاعلام بوزاره التربيه كانوا صرحوا مرارا وتكرارا واكدوا على انه المنظومة متكاملة على مستوى الإعلامية ومنظومة الإصلاح محصنة. يعني الخطأ معناها حسب تصريح مورا وغير وارد، يعني احنا ما نجموش نقولوا إلا ما هما يعطيونا بالحق شنو اللي صار بالضبط باش خلى. لكن هذا شهاب ونجم مفتح المجال قدام برشا تلامذة انهم هما بيدهم ولاو يفكروا زادا شكوا في معادلتهم ولاو انهم يخموا باش يطالبوا هما زادا بإصلاح الأوراق متاحهم يعني في الامتحان. إعادة الإصلاح وهو ديجا تتعدي. وحسب تصريح سي محمد الميلي كما قلنا في في إذاعة خاصة قال إنه وزارة التربية تلقت تقريبا 1521 مطلب تثبت في أعداد الدورة الرئيسية من بكالوريا. وهل أنه مازال الوقت ولا ما عادش؟ لأنه دخلنا في دورة المراقبة، يعني الاعتراضات باش تصير من المفترض أن تصير قبل بل. دورة المراقبة مش بل. مش أثناء، لأنه ينجم يكون توا تلميذ يعدي دورة المراقبة وهو ناجح. صحيح. لا هو بالنسبة راهو لل كما صار هذوما 1521 مطلب راهو تم النظر فيهم قبل دورة المراقبة، يعني نهار الأحد كملوهم 1521. لكن اللي باش يصير توا هو والإشكال طرحته أنت اللي بعد ما سمعوا بالحكاية هذه برشا باش يشكوا هما في أعدادهم زادة. احنا مش باش نبعدوا بارشا على على التربية والتعليم نعيمة، ولكن بعد هذا الفصل. المشهد الآن حديث الساعة. باش نبقاو في التعليم وباش نمشيو للتعليم العالي، بعد ما خذينا البكالوريا باش ناخذوا دليل التوجيه الجامعي باش نختاروا الشعبة اللي باش نبنيو بها مستقبلنا. لكن اللي صار انه برشا شعب تم حذفها من دليل التوجيه الجامعي، وفما برشا تلامذة وطلبة جدد هما في المستقبل كانوا معاملين على مجموعة من شعب انهم باش يتوجهوها لكن ما لقاوهاش في دليل التوجيه الجامعي. وهذا اللي خلى الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي دعات في بيان سلطة الاشراف انها تتراجع على القرار هذا واللي وصفته بالقرارات خطيرة. احنا باش نحكيو في الموضوع هذا مع سي نزار بن صالح كاتب عام الجامعة اللي باش يوضح لنا شنو اللي صار بالضبط. سي نزار صباح النور. صباح الخيرات، مرحبا بكم مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية. الله يخليك سيدي. سي نزار هو الحقيقة في إذاعة قلت قفص إذاعة قفصة جامعة قفصة هم راسلوكم يظهر لي وهم عبروا على استيائهم من حذف يظهر لي ثلثي الشعاب الموجودين في الجامعة هكا ولا؟ لا مش ثلثي، هو مش جامعة قفصة فقط، نحن هو معناها نحن تلقينا العديد من البيانات والبلاغات والعرائض من طرف الهياكل النقابية تاعنا بكل من جامعات القيروان والقفصة والجابس ومن شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وإضافة إلى ذلك معناها بلغنا اليوم وإن لم يكن ذلك عن طريق الهياكل النقابية ولا الهياكل الأكاديمية أنه نفس الشيء صار أيضا في جامعة جندوبة. إذا نحن تلقينا هذه الاتصالات وهذه البيانات اللي تخبر معناها تعلن فيها على حذف أو تجنيد عديد المسارات بهذه الجامعات وبشبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. وبالطبيعة كانت معناها نوعا من الصدمة. كيفاش فاقوا بها؟ وما فاقوا بها لما الدليل الأولي لفيرسيون زيرو النسخة الأولى لدليل التوجيه الجامعي للسنة الجامعية 2024-2025 وقع نشره على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إذن نحن لما اتصلوا بنا بالطبيعة الهيكل النقابية اتصلنا بالهيكل الأكاديمية تثبتنا اتصلنا بمن تعنيه بكل الأطراف المعنية بهذا الأمر ووقفنا على أنه ما همش درسين بهم معناها في 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 جامعة قفصة هم العدد الجملي بتاعهم على المستوى الوطني 47 لكن في جامعة قفصة ذات بعد كبير لأنها مركزين اساسا بريسك في مؤسسه واحده هي كليه العلوم بقفص. فهمتني؟ دونك معناها
يجيوا الثلثين نتاع نتاع الاجازات في كليه العلوم مش في جامعه قفصه. فوالا دونك هذه معناها للتدقيق. تدقيق نعم. فوالا دونك نحن بالطبيعه معناها امر كي من هكايه معناها قلقنا فهمتني، وخصوصا معناها انه معناها علمنا انه لم يقع معناها استشاره الهياكل الاكاديميه المعنيه بالامر هذايا اللي هي الجامعات، مجالس الجامعات، المجالس العلميه، ادارات وعمادات ادارات المؤسسات وعمادات الكليات، الاقسام، رؤساء الاقسام، يعني هنا نفسهم علموا بالامر لما حلوا النسخه الاوليه لدليل التوجيه الجامعي ليكتشفوا ان عديد من المسارات في عديد الاختصاصات، اللغات، الليسيونس، العلوم الصحيحه والعلوم الاساسيه والتقنيه، الفنون وغيرها من الاختصاصات تفاجئوا بها. احنا قلنا هذا مش ممكن، نحن اعتبرنا انه عدم استشاره الهيكل الاكاديميه في الشان هذا امر نحن نرفضوه، ما عجبناش واستنكرناه، وساندنا بطبيعه المؤسسات المعنيه بالامر، لان قلنا نحن من حقها ان تدافع على حقوقها، من حقها ان تطرح تصوراتها في تحديد مسالك التكوين صلبها، تكون اكثر ينجم يعرف هل مسلك التكوين هذا يمشي ولا يمشيش في مؤسسه هذه غير القائمين على هذه المؤسسة وعلى هذه الأقسام وعلى هذه الجامعات. سينيزار بعد إذنك، سينيزار بعد إذنك، لأنه اللي يسمعوا فينا يحبوا يفهمونا بالكذاب، يعني برأيك أنت شنو اللي يخلي مثل هذه القرارات اللي وصفتها بالخطيرة تمشي إلى حذف عدد من مسارات التكوين في بعض مؤسسات التعليم العالي؟ علاش؟ يعني شنية اللي تنجم تكون الأسباب؟ كيف قلت لك هو راه معناها نحن اتصلنا، نحن يعني الامور تطورت، نحن منذ يوم الثلاثاء الفارق لما بدات تبلغنا هذه الاخبار اتصلنا بالهياكل النقابيه بتاعنا في الجهات هذه كلها في قفصه، في القيروان، في جابس، في نقاباتنا الاساسيه بالاتحادات الجهويه، ونسقنا جمله من الاتصالات والتحركات معناها سواء كان ذلك في الهياكل الجامعيه او في الهياكل النقابيه، وايضا اتصلنا بوزاره الاشراف. جاوبوكم علمنا مثلا في وزاره الاشراف انه مش هذا هو تجنيد. نعم واليوم الصباح معناها كانت في جلسه معناها في الوزاره، وان شاء الله الاخبار معناها تكون معناها القادمه والقرارات القادمه تكون معناها لصالح غلق الملف هذا. ايش معناها؟ ايش معناها؟ يعني ثم امكانيه في التراجع عن هذا القرار؟ يعني هو اللي صار هو ان وزاره التعليم العالي اتصلت بالجامعات المعنيه وطلبت منها، قالت لها راهو اوكي انت شفت الدليل وانت عندك اون اوتر بروبوزيسيون، هات ابعثوا لنا الاقتراحات نتاعكم داكور. ويبدو انه معناها الاقتراحات التي سترد على وزاره التعليم العالي ستكون هي الشيء اللي باش يقع العمل به، خصوصا انه ممتاز ممتاز. يعني ما اتخذ الى حد هذه اللحظه ما يعتبرش بات، وانما ما زال فيه تفاوض واخذ ورد. بالضبط، لانه النسخه الاولى بتاع الدليل التوجيهي الجامعي سيدي الكريم انا يلزم راي العام والمستمعات والمستمعين يعرفوا انها هي نسخه اوليه، وانه النسخه اللي سيقع اعتمادها في التوجيه الجامعي هي النسخه اللي باش تهبط واللي باش يكون فيها طاقه الاستيعاب بالنسبه لكل مسلك تكوين وبالنسبه لكل مؤسسه جامعيه، ونحن نامل انه معناها سيقع حل هالاشكال هذايا بطريقه تمكن المؤسسات من الدفاع عن حقها في انها تكون عندها مسالك التكوين اللي هي ترتئي انها قادره انها توفرها. واضح، فهمتني؟ وهكاك معناها هكاك نقدموا بعضنا ومعناها نفتحوا مجال واضح. اخر، ونحن كنا خشيتنا الكبرى هي انه المسألة هذه واضح سينيزار، لأنه ما بقلناش وقت، بارك الله فيك، كاتب عامل الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي سينيزار بن صالح، مشكور جدا. بعد قليل شكون حاضر معنا؟ سياسر الجوراري رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب. أما الآن فنتوقف مستمعينا الكرام ليرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جوارها. الله أكبر الله